بعد أشهر على بداية تفشي كوفيد 19 في دول العالم، ما زال العلم يكتشف المزيد حول الفيروس وتبعاته الصحية. فما هي أبرز المستجدات والدراسات حوله وحول تأثيره على قلب الإنسان؟ الجواب مع الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين دكتور عامر السيد، يحدثنا من أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح النور دكتور عامر، عذرا بعدنا مصحيينك يمكن. صباح النور. لا والله ما نمت عشانك. تسلم، الله يخليك. وعشان مشاهدينا بتخيل الساعة 4 إلا 3 صباحا بأوهايو، خبرنا لو سمحت بداية عن الوضع الصحي مع كورونا بأوهايو والولايات المتحدة بشكل عام. بصراحة الحالات بالزياد مستمر للأسف، نقصت فترة بالأشهر الماضية بس هلا خلال الشهرين الماضيين الحالات عم ترتفع، خاصة بالولاية اللي أنا فيها بأوهايو أعداد الحالات عم تزداد، و نسبة قدوم المرضى للمشافي عم تزداد، ونسبة دخول المرضى للعنايات المركزة كمان عم تزداد للأسف. أنا جيت من نيويورك لأوهايو، فعم بتذكر من 7 شهور 8 شهور عم الحالة عم تصير مشابهة لما كانت بنيويورك للأسف. نعم، إن شاء الله يعني مع أخبار اللقاحات هالأيام نخسر أو يعني يخسر كورونا شوي شوي رويدا رويدا. لننتقل إلى موضوعنا الرئيسي لو سمحت بصفتك اختصاصي في أمراض القلب والشرايين، ما أبرز الدراسات والاكتشافات حول فيروس كورونا وتأثيره على القلب البشري؟ لا عم نلاحظ يعني لما بدأ كورونا حالات من ناحية اختصاصي أنه التهاب العضلة القلبية من الفيروس، واكثر من المناعه اللي عم تحاول تقتل الفيروس، فعم لما عم بتهاجم بشكل شديد القلب. فحالات يعني لحسن الحظ انه مو كثير شائعه، بس لما المناعه تهاجم العضله القلبيه والفيروس يهاجم العضله القلبيه نسبه الوفيات عم بتكون كثير كبيره. وهذا الشيء مو بس يعني اثناء المرض التنفسي، حتى عم نشوفه بعد ايام او حتى اسابيع من المريض عم بيتحسن من ناحيه تنفسيه، وبيقول لك انه كان عندي كورونا من 3 اسابيع او اسبوعين، وبيجي بحاله صدمه قلبيه. فهذا نتيجه المناعه الذاتيه عم بتهاجم الفيروس بشكل شديد وبتعمل التهاب عضله قلبيه، بيعمل حالة صدمة. وهذا الشيء يعني نسبة الوفيات بتكون فيه عالية للأسف. وكيف عم تستدركوا هذا الأمر لدى المصابين بأمراض القلب خصوصا؟ هلا نحن عم نحاول نوعي يعني اللي عنده أمراض مسبقة إنه بقدر الإمكان يحاول يتابع المرض، وبس صار المرض يكون متابعة شديدة اما عن طريق البيت ومنحاول بشكل يومي، او نشوف الحالات بيئه التنفس ومنجيبهم على المستشفى في حال بيئه التنفس صارت شديده ونقص الاكسجين شديد لنعطيهم اكسجين. وخاصه في كم دراسه بالفتره الماضيه يمكن اكيد حكيت عنها، الريمديسيفير، يعني حالات شديده عم نستعمل الريمديسيفير وعم نسبة الوفيات بشكل عام بالدراسه وحتى بشكل عملي عم بتقل. والدراسه الثانيه اللي فعلا عم نستفيد منها هلا دراسه الدكساميتازون الستيرويد، عم بحاول مثل ما قلت لك المناعه الذاتيه هي لما عم تحاول تقضي على الفيروس بطريقه عم بتاذي عده اعضاء منها الرئه ومنها القلب. فالستيرويد او الكورتيزون عم بيقلل نسبه يعني بشكل عام تعاملنا مع المرض صار في عندنا شويه معلومات اكثر وعندنا ادوات اكثر عم نحسن نسيطر على المرض وعلى الفيروس، وخاصه كمان تخثر الدم هي كانت شغله كثير شائعة بالبدايات ما كنا يعني عم نعالجها بشكل فعال، بس هلا صار مميعات الدم هي من أهم العلاجات، عم نحاول نخفف من أمراض يعني الوفيات من أمراض القلب نتيجة الفيروس.
نعم. طيب دكتور عامر، منروح شوي من أوهايو صوب وسط الولايات المتحدة، تحديدا تكساس. مركز العلوم الصحية في جامعة تكساس أشار إلى أن فيروس كورونا لديه عواقب وخيمة على القلب وحتى بين الأشخاص الذين ليسوا مصابين بأمراض قلب من قبل. من هنا سؤالنا إليك، ما أهمية الوقاية وهل من فيتامينات مساعدة ضد كورونا؟ هلا الوقاية هي الأساس، خاصة معلوماتنا يعني عم نتحسن معلوماتنا والعلاجات عم تتحسن، بس يعني عم مثل ما شفت يعني بأمريكا 10 مليون مصاب، يعني لو حكينا 1% أو 1 بالألف أو حتى 1 بـ10,000 وفيات، هاي عدد كثير كبير، وهن المصابين بأمراض القلب مسبق أن بيتعرضوا للإصابات الشديدة والوفيات بتكون منهم. ما عندهم إصابات قلبية مسبقة بيضلوا ضمن الخطر، بيكون أقل بس ضمن الخطر. يعني أنا من ناحية يعني كطبيب قلب بشوف يعني أشخاص وحتى يعني نسبيا صغيرين بالعمر، يعني بحوالي بأوائل الخمسينات أواخر الأربعينات بدون أي أمراض مسبقة، وحتى يعني الأعراض الرئوية بتكون بسيطة، بس بعد اسابيع، وهذا بياكد كلام هيئه الوقايه من الامراض، انه في اعراض ممكن تصير بعد اسابيع من المرض بحد ذاته. هلا من ناحيه الفيتامينات يعني ما في شيء مثبت علميا، بس في كم دراسه للفيتامين سي والفيتامين بي اللي عندهم نقص فيهم بيتعرضوا لاصابات شديده اكثر من اللي ما عندهم نقص. هلا الانسان الطبيعي اللي ما عنده نقص فيتامين دي، ما عنده نقص فيتامين سي، يعني يفضل هذا بشكل عام، يعني مو بصوره بجائحه كورونا، انه لازم تكون المعدلات كويسه. بس يعني بنصح انا اي حدا حابب ياخذ فيتامين دي فيتامين سي انه يكون بشكل معتدل. يعني في عالم بيجوا لعنا بياخذوا فيتامين سي مثلا كل ساعتين، عرفت شلون، بعد ايام يصير معهم قرحات معدية بالمعدة، والفيتامين دي كمان يعني أخذ بشكل كبير ممكن يأذي. فبشكل متوسط واستشارة مع الطبيب أنه ممكن تأخذ حتى تعدل المستوى الطبيعي. نعم. الإنسان العادي ما لازم يأخذ فيتامينات زيادة، مجرد نسبة طبيعية. يمكن ضروري يجري فحص الفيتامينات بالجسم حتى ما يكون في زيادة بالفيتامينات، لأنه الزيادة أخت النقصان. سؤالنا الأخير بدقيقتنا الأخيرة دكتور عامر، يعني لأنظار العالم اليوم تتجه إلى شركة فايزر التي أعلنت عن لقاحها هذا الأسبوع، الأمل كبر بالقضاء على الفيروس. خبرنا الأمريكيون كيف استقبلوا خبر لقاح فايزر، وإلى أي مدى هم متأملون في العلاج أو إيجاد نهاية لكورونا في القريب العاجل؟ نتأمل أنه في القريب العاجل. الصراحة هي خطوة بالطريق الصح، يعني مجرد خلصوا الفيز 3 من تجارب اللقاح، وهي كلها نتائج بدائية. يعني عندهم 45,000 يمكن، قريت الدراسة، أخذوا اللقاح، وفي عندهم عالم ما أخذوا اللقاح وقارنوا بيناتهم. طبعا نسبة الإصابة هدول كلهم هي 93 إصابة، أغلبيتهم اللي ما عندهم اللقاح. فيعني إحصائيا شافوا أنه اللقاح عنده وقاية 90% مقارنة بالما عنده لقاح. طبعا هاي خطوة للطريق الصح بس مو كافية، يعني لازم دراسات اكبر، وهن رح يكملوا يعني، بس انه خطوه بالطريق الصح. الفكره انه اللقاح بحد ذاته يعني بيحتاج جرعتين، وهذا الشيء طبعا سلبي باللقاح، بس انه مقبول، وبيحتاج يكون مبرد بشكل كبير. هذا عائق يعني بالنسبه للتوزيع اللقاح، انه لازم يكون مبرد. فهدول شغلات يعني بدهم يحاولوا يحسنوها، بس حتى لو ما حسنوها انه كمان مقبولة. ما نحرق الوقت يعني. ما أعطونا فكرة أنه بيوقي يعني العالم، الناس اللي عندهم يعني حالات شديدة، ولا بيوقي من حالات المتوسطة، لأنه نعرف إحنا 90 أو 95% من الحالات ما تحتاج حتى دخول المستشفى، والإنسان
بيتحسن بحد ذاته. يعني ان شاء الله بتتوضح الصوره دكتور بالايام المقبله، بس بكل الاحوال الامل هيك بيرفع المعنويات وبيقوي جهاز المناعه. الاختصاصي في امراض القلب والشرايين دكتور عامر سيد كنت معنا مباشره من اوهايو.